متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قناة بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ليالي كرة القدم الفاخرة بلحظاتها الساحرة تطل عليكم من جديد هنا في أمجد البطولات الأوروبية، حيث لا صوت يعلو على صوت متعة كرة القدم. ندية هذه مختلفة، وهنا انطلاق كما تعودنا في مختلف مباريات هذه البطولة. كيليان بابي يتقدم اليسار، كيليان مارك كان في يوم من الأيام مدربا فيه لفريقه من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لكن هنا في البرنابيو في 9 من شهر مارس القادم. إدر ميليتاو يمرر كرة من الجهة اليمنى، كرة منقولة في الوسط، جماهير هنا عدت العدة. كيليان بابي يتقدم، كيليان عنده كرة عرضية، بابي يتقدم، كيليان مر عرضية تأتي جول، ذلك عن طريق ماركو، عادت إلى ليو عنده كرة ساري مرمى الحارس سيبو كورتوا، منقولة كرة عالية مدوجة في 13 مرة بطلة ببطولة. حكيمي تمريرة إلى أنخيل حكيمي من جديد، عرضية وصلت من الجهة اليمنى إلى داني وتمريرة باريس سان جيرمان وهي الأمنيات الباريسية، كرة منقولة أندي إلى تيبو كورتوا، عنده كرة كورتوا تيري أنخيل دي ماريا، التقدم من الطرف الأيمن مرة بابي يحاول كيليان ولكن فير أنخيل دي ماريا عنده كرة يحاول فيها، كيليان بابي كيليان عنده كرة يراوغ، كيليان هنا يمر فينسيو لاعب اللي يقدم أدوار مهمة جدا في الفترة الماضية. نونو مينديش يتقدم في اليسار عرضية ولكن تيب قدم يمر، يا سلام ماركو فيراتي من كرة بتعود إلى فينيسيوس مرة أخرى، نقلة بصورة خاطئة، تمريرة وصول بعد ذلك عن طريق أنخيل لكن خطأ باريس سان جيرمان ممتازة رائعة، كرة جول عن طريق ماركو فيراتي باتجاه ماركينوس باريدس بي اس جي، هنا ليو يرسل كرة عالية راسية تاتي، كان مبابي باتجاه نونو عرضية متبرة، كرة تمريرة إلى ماركو فيراتي خطيرة، كرة هدف دانيلو، نقلة حاضرة باتجاه باريس ممتازة النقيرة، كرة بتعود بعد ذلك عن طريق ترميليتاو، ضغط باريسي هنا في حديقة الأمراء، عنده كرة يحاول فيها دي ماريا يتقدم يمرر كرة. ريال مدريد فاز في مباراتين وخسر، إلى ليو عنده كرة يحاول فيها ليو دي ماريا، عودة إلى باريس تمريرة حاضرة باتجاه مخان، عنده كرة خطورة مدريدية تأتي ولكن تقلى في وسط الميدان كيمبيمبي، فيراتي باتجاه كيليان بابي، بابي إلى ماركو، ذرر كرة من الطرف الأيمن عرضية لا تأتي، ماركين في وسط الملعب من جديد تمريرة عن طريق ليو، عنده كرة ليو يتقدم وصلت في اليمين بعد ذلك يأمر بتنفيذ الكرة منقولة، كرة عالية أكبر في الوقت الذي يتقدم فيه أشرف حكيمي، كرة منقولة لكن هناك خطأ، نعم خشر مع ليو مر ممتاز، تمريرة إلى أقصى الطرف الأيمن، لذلك إلى باريس منقولة إلى ماركو لكن كازيميرو هنا يتحصل على خطأ. 2018 نعم لعب مباراة المباريات التي خاض في هذا الموسم كرة منقولة طويلة، عنده كرة يحاول هنا مرور تصويبة تأتي ولكن مودريتش عنده كرة تمريرة إلى أسينسيو، لا عنده كرة من الطرف الأيسر تمريرة حاضرة وصلت إلى من كريم بنزيما إلى لوكا مودريتش بعد ذلك من لقاء ريال مدريد هنا من ركنية راسية تأتي خطأ، كرة من الطرف الأيسر عن طريق نونو تدخل من التقدم من الطرف الأيسر البحث عن مرور لك مكان متابعي ومشاهدي قنواتي متين من جانب كيليان مبابي، كرة منقولة وصلت عن طريق الأسماء التي تحضر هنا في شوط المباراة، ماركو فيراتي عند كرة وصلت إلى كيليان وانشيلوتي في شوط المباراة الثانية عما كان كيليان مبابي إلى ليو الطرف الأيسر محاولة قائمة عرضية ترسل عالية لكن أتي لفيني فينيسيوس يمرر كرة تصويبة توني، الفريق الذي يحاول أن يتدرج بكرات يحاول تمريرة إلى كريم إلى فينيسيوس نقلة إلى ماركو فيراتي نقلة يا سلام الله أن يستعيد تلك الأيام أمام فريقه، عنده كرة عادت إلى ليو تمريرة إلى أنخيل دي ماريا منقولة عن طريق باريس وصلت إلى كيليان أنخيل، النتيجة لأنه إذا ما سجل مبكرا
في هذا قصتا لركلة اليوم. بعد ذلك هنا اللاعب يلقي الكرة إلى كيليان، طبيعة كرة وتصويب لا تقدم، ميسي يريد أن يعوض ما فات. هنا أشرف أنسيو يتقدم يقود هذه الانطلاقة، لكن من منقول عن طريق داني كرفخال، عرضية باتجاه بعد ذلك عن طريق أشرف، حكيمي يمر، حكيمي يتقدم، ليو عنده كرة، ما زال ليو عنده كرة باتجاه نيمان، ماركينيوس مرة أخرى براتي، بعد ذلك التمريرة إلى دي ماريا الطرف الأيمن، كيليان يحاول فيها، كيليان يتوغل والتصد، كيليان بابي يمرر الكرة ممتازة إلى كيليان من جديد، لكن بابي راح، بابي تقدم، ركلة جزاء، أتت ركلة جزاء للبي إس جي، ولعلها تيبو كورتوا هنا، ليو جول، تيبو نيمار على تنفيذ الكرة عالية عليا، كيليان إلى ليو يتقدم، ليو يحاول أن كازيميرو يعيد الكرة، منقولة كرة من الجانب الأيسر من أنخيل دي ماريا، لكن كيليان مبابي عرضية عالية، الكرة تأتي عند كرة خطيرة، تأتي ماركو من جديد، ما زالك صح من أجل كيليان، فرصة تأتي، لكن داني كريم هو أمل جماهير ريال مدريد هجومية. نيمار عند كرة يحاول فيها، الضغط من جانب أشرف، توني كروس مرة أخرى يرسل كرة إلى أقصى الطرف، التمريرة إلى كيليان، بابي عند كرة، تصويبة تصل الكرة، كرة عالية، راسية تأتي، وبعد ذلك نيمار يتقدم يمرر كرة ترد نيمار رودريغو، كرة بعد ذلك ما زالت قائمة للريال، هنا ليو على التنفيذ والتصويبة اتجاه كريم، بنزيما تمريرة عند كرة باليسار، عرضية تأتي خطيرة، ولكن بابي يحاول، بابي مر ممتاز، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.